السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت أخيرا وان بلاس اليوم على النورد 2، الوان بلاس نورد 2، الجهاز الذي يأتينا بأفضل المواصفات مقابل سعر يعتبر فئة متوسطة عليا، جهاز يقدم كل إمكانيات الفلاجشيب. سنتعرف عليه معا في هذا الفيديو وسنتعرف على السعر الرسمي الذي ينزل به، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. بداية مع الشاشة، يأتينا الوان بلاس نورد 2 5G مع الشاشة من نوع فلويد أموليد، شاشة ممتازة جدا تأتينا بحجم 6.43 إنش وبنسبة استحواذ 85.8%، كما تأتينا محمية بكورنينج غوريلا غلاس 5، والأهم أنها تدعم ريفرش ريت تردد الشاشة 90 هرتز. شاشة أصدقائي تقدم كل المواصفات دون الاستثناء. بالنسبة للظهر، هنا يأتينا مصنوع من الزجاج محمي بكورنينج غوريلا غلاس 5، والفريم مصنوع من البلاستيك. كما نجد في الظهر مستطيل فيه 3 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.9. الكاميرا الثانية كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.3. أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. الوان بلاس نورد 2 يصور الفيديو بدقة 4K مع 30 فريم في الثانية، وبالنسبة لكاميرا السيلفي تأتينا بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.5. بما أننا نتكلم على قاتل فلاجشيبس، فالأكيد أنه يقدم كل المواصفات، ومن بينها وأهمها هو المعالج الذي يأتينا من شركة ميديا تيك، الدايمنسيتي 1200 5G، معالج قوي جدا بمعمارية 6 نانومتر، يدعم الـ 5G، يعني لن تواجه معه أي مشكلة، سيعطيك تجربة فلاجشيب بامتياز. كما يأتينا الجهاز مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 11 وواجهة أكسجين أو إس 11.3. بالنسبة للبطارية، هنا تعتبر جيدة جدا، تأتينا بحجم 4500 ملي أمبير، والأهم أن الشاحن هنا يأتينا في العلبة وبسرعة 65 وات، شاحن سريع جدا سيمكن من شحن الجهاز من 0 إلى 100% في حوالي 30 دقيقة. النورد 2 يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة على الشاشة، يأتينا مع ستيريو سبيكرز، سماعات خارجية ذات جودة عالية، ولا يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك، وسيتوفر الجهاز بنسختين فقط. النسخة الأولى تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 256 جيجا للمساحة الداخلية و 12 جيجا للرام. مع النسختين أصدقائي، الجهاز غير داعم لمدخل SD كارد، يعني ليس بإمكانك إضافة مساحة داخلية. بالنسبة للألوان، سيتوفر الجهاز بثلاث ألوان: الجري سيريا، البلو هاز، والجرين وود، اللون الأزرق، اللون الأخضر، واللون الرمادي. وبالنسبة للسعر أصدقائي، يبدأ سعر الوان بلاس نورد 2 5G من 399 دولار، مع النسخة الأقل سعر ممتاز جدا أصدقائي لكل ما يقدمه هذا الجهاز. يأتينا فعلا بكل المواصفات التي نجدها في الفلاجشيبس ما عدا النقائص مثل الشحن العكسي. ما عدا هذا، الجهاز يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو، سيكون الفيديو القادم هو الفيديو الأنبوكسينج الخاص بهذا الجهاز، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. إلى هنا أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.